الباحثون السوريون سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. هل يمكن لنوع من أنواع العسل أن يكون ساماً؟ كشفت دراسة حديثة عن احتواء العسل الأسترالي على سموم طبيعية بمستويات تفوق تلك المسموحة بها عالمياً. تدعى هذه السموم بقلويدات البيريوليزيدين، وهي معروفة بسميتها الكبدية، ويشتبه بأنها تسبب السرطان عند استهلاكها بجرعات عالية. وجدت هذه القلويدات في 41 من أصل 59 نوعاً من العسل الأسترالي تم اختبارها، وبمستويات تعادل 4 أضعاف تلك الموجودة في أنواع العسل الأوروبي. وكان أبرز هذه القلويدات هو الإيكيميدين واللايكوبسامين، والتي عثر عليها في 76% و88% من العينات التي أعطت نتيجة إيجابية على الترتيب. ورغم ادعاء مزارعي العسل أن التقرير يعتمد على بيانات قديمة ومبالغ بها، فقد حذر الباحثون من تعرض الحوامل والمرضعات على وجه الخصوص لهذه السموم. تنتج هذه المواد السامة في 600 نوع من نباتات المراعي في أستراليا، ومن ضمنها زهرة باترسونز كورس، بهدف حمايتها من بعض الحشرات. وعندما يشرب النحل الرحيق من أزهارها، تنتقل هذه المواد من خلال النحل إلى العسل الذي تصنعه. وقد أوضح الباحثون أن الجرعات العالية من قلويدات البيريوليزيدين قد تسبب ضرراً شديداً في الكبد عند الإنسان، ما قد يؤدي أحياناً إلى الموت. وأظهرت التجارب المخبرية على القوارض والخلايا البشرية أن هذه القلويدات بإمكانها التسبب بحدوث السرطان. لم تتم مراقبة ارتباط هذه القلويدات مع السرطان بشكل مباشر على الإنسان، إلا أن الباحث جون إدغار أوضح ضرورة تجنب هذه المواد قدر الإمكان، وأن التقليل من تلوث الأطعمة مثل العسل والشاي والسلطات والطحين والألبان والمنتجات العشبية بهذه القلويدات سوف يؤدي إلى انخفاض واضح في حالات السرطان حول العالم. وفي محاولة للتخفيف من هذه المخاطر، سمحت هيئة المعايير الغذائية في أستراليا ونيوزيلندا بأن تكون هذه النباتات مصدراً للعسل، شريطة مزجه مع أنواع أخرى من العسل بغرض تمديده. وأوضح المتحدث باسم الهيئة أنه من غير الممكن منع استخدام هذه النباتات كمصدر للعسل، خاصة في أماكن وجود المناحل، بل المطلوب هو السيطرة على التلوث وأبقاؤه في الحدود الدنيا. لذلك يعتبر المزج بين أنواع العسل المختلفة طريقة عملية للتقليل من مستويات قلويدات البيروليزيدين. بالرغم من كل التحذيرات السابقة، أظهرت التحاليل التي أجراها علماء من معهد كورك للتكنولوجيا في إيرلندا أن معدل التعرض اليومي للعسل الأسترالي عند مستهلكيه يبلغ 0.051 ميكروغرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم عند البالغين، و 0.204 ميكروغرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم بالنسبة للأطفال. وهذه الأرقام تتخطى بشكل كبير الحد الأعظمي للتعرض اليومي المسموح به من قبل الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، والذي يبلغ 0.007 ميكروغرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم، لكنها أقل من الحد المسموح به في أستراليا، والذي يبلغ 1 ميكروغرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم. يزعم بعض الخبراء أن نتائج هذه الدراسة مبالغ بها، وأن الدراسة قد تمت على عينات من العسل تم جمعها منذ أكثر من 3 سنوات. وقد أوضحت جودي جولدزورثي التي تعمل في إحدى شركات صناعة العسل أن هذه الدراسة تبالغ في مدى استهلاك الناس للعسل، وتقدر وزن الجسم بشكل أدنى من الواقع، وبالتالي فقد تسببت باستنتاجات خاطئة وبعيدة كل البعد عن الواقع، حيث يستهلك الفرد في أستراليا ما يعادل الكيلوغرام الواحد من العسل سنوياً، بينما تقول هذه الدراسة أن الاستهلاك السنوي للفرد الواحد هو 7.5 كيلوغرام. ورغم تأكيد الخبراء على الحاجة لمزيد من التجارب لتحديد مدى وأهمية تلوث العسل الأسترالي بهذه القلويدات، فأنهم يوافقون على أن أفضل إجراء يجب اتباعه هو تجنب استهلاك العسل الذي تنتجه بعض النباتات مثل باترسونز كورس، والذي يباع غالبا في أسواق متخصصة. بينما يوضح أندرو بارثولومايس من جامعة كامبيرا، والذي لم يكن من ضمن فريق العمل في هذا البحث، أنه لا يوجد خطر حقيقي على صحة الإنسان عند استهلاكه لكميات طبيعية من العسل الأسترالي. أما من يستهلك كميات كبيرة، فمن الأفضل له تناول العسل الذي تنتجه أنواع أخرى من النباتات.